صباح الخير، احنا موجودين اليوم في المؤتمر، مؤتمر الشمال، بموضوع اصابات الخطره والاصابات الحرجه في مستشفيات الضواحي. طبعا معلوم لدى الجميع مستشفيات الضواحي والنقص الذي تعاني منه من ناحيه موارد، فهذا اليوم بشراكه مع مستشفى رمبم اتى حتى يسلط الضوء على هذه الاصابات الخطيره وطرق التعامل مع هذه الاصابات، وايضا ما هي الإمكانيات المتاحة أمامنا في مستشفيات الضواحي لنصل إلى أكبر إمكانية لإنقاذ المريض. وطبعا الهدف من هذا المؤتمر هو أيضا التواصل مع جميع المستشفيات في الضواحي ومعرفة الأسماء ومعرفة الأشخاص من وراء الأسماء، وأيضا توطيد العلاقات بين مستشفيات الضواحي والمستشفيات المركزية التي تتحمل معنا عبء الإصابات الخطيرة. وهدفنا طبعا في مستشفيات الضواحي هو أولا وأخيرا وصول المريض إلى استقرار تام أو شبه استقرار قبيل نقله إلى المستشفى الكبير للحصول على العلاج النهائي. فهذه الإصابات جميعها نقوم بسردها هنا ونقوم بتفكيكها إلى إصابات صغيرة، ونقوم ببحث أجزاء هذه الإصابات وطرق السيطرة عليها وتحسين العلاج بها.